يمكن. طيب خلينا نروح بقى لتكريم سيادة الرئيس، وده بيبقى شرف كبير لأي لاعب، وتبقى لحظة ليها هيبة طبعا، ولحظة ما بتنتسيش. يعني بتهيألي أتصور إن أنتم مهما يعني عشتوا في المجال الرياضي أكيد مش هتنسوا أبدا تكريم يعني رمز الدولة المصرية ليكم، وكلماته الحقيقة اللي كان يعني بيتكلم بشكل كأنه بيكلم أولاده، وكان يعني سيادته بيأكد على الأخلاق الرياضية والالتزام بالسلوك الرياضي اللي أهم كتير من أي ميدالية. كلميني عن إيه اللي حصل، عرفتوا إزاي بتكريم سيادة الرئيس، وشعوركم كان إيه أول ما تم إعلامكم إن هيتم تكريمكم من سيادة الرئيس؟ طبعا هو إحساس كبير قوي قوي، يعني ده شرف لأي لاعب وحاجة محفزة جدا. إحنا دي تعتبر من أهم الإنجازات اللي ممكن أي رياضي يحققها في حياته، لأن ممكن حد يلعب سنين كتير وما لا ده صحيح. ده دي فرصة كبيرة لينا، وإحنا كنا محظوظين بده الحمد لله يعني. فطبعا نشكر فخامة الرئيس على التكريم ده، ده شرف كبير لينا. احنا تم تبلغنا قبل التكريم بكذا يوم، بلغنا على المكان والساعة اللي هنتجمع فيها في اللجنة الأولمبية، وتحركنا ببصات على القصر الاتحادية. طيب يعني سؤال بس، الميدالية اللي انتوا لابسينها دي خدتوها في التكريم ولا دي ميدالية البطولة؟ لا ده الوسام اللي خدناه في التكريم. طيب ممكن توريهوني؟ اكيد. لا ده احنا هنشوفه طبعا. لا ده انا عايز اشوفه، لان بجد ده حاجة وشرف كبير جدا. عشان كده انا بسالك، بصوا يا جماعه دي طبعا القلاده اللي تم طبعا اهدائها ليهم من قبل السيد الرئيس في حفل التكريم، والحقيقه يعني مش عايز اقول لكم السعاده اللي بتبقى لاي لاعب بيفضل يوريها لاولاده واولاد ولاده واحفاده، والحاجات دي بتورث صدقوني. يعني تكريم سياده الرئيس يعني بيكون شرف كبير، بيكون لحظات يعني خليني اغير الاتجاه عشان يبان فيها ايوه يعني عشان تشوفوا قد ايه يعني. والناحيه الثانيه خلينا نشوف مكتوب فيها ايه، مكتوب نوت الشرف. لا خليني بس يعني اقراها بالتفصيل، مكتوب نوت الامتياز جمهوريه مصر العربيه، يعني حاجه يعني ليها هيبه. 1386 1966 انا مش عارف التواريخ الحقيقه بترمز لايه، او الارقام دي بترمز ليه، هو نفس الرقم مكتوب عندك يعني نهى، لان هو انا مش عارف يمكن ده بدايه تاريخ ميلادي وتاريخ هجري، تاريخ ميلادي وهجري ودي بداية النوت الامتياز. طب دي معلومه مهمه جدا يا جماعه، بصوا يعني نوت الامتياز اللي هو على ظهر الميداليه اللي طبعا الذهبيه اللي تم اهدائها ليهم في تكريم سيادة الرئيس، مكتوب فيها تاريخين، تاريخ هجري وتاريخ ميلادي. الهجري 1386 وتاريخ الميلادي 1966، ودي بداية نوت الامتياز. فالحقيقة بتبقى يعني لحظات جميلة جدا وحاجة يعني فخمة قوي قوي. والناحية التانية عليها طبعا شعار جمهورية مصر العربية، وليها زي لوجو كده يعني مميز لنوت الامتياز. مبروك عليكم، دي حاجة جميلة جدا وحاجة يعني الشعار ده برضو ليه معنى ال- 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 الصورة دي قولي لي بقى معناها ايه. هو تقريبا هو ليه معنى ان هو الشورت اللي من تحت دي هي مجهود اللاعب وتعبه ومجهوده، والنازل عليه ده النتائج بقى اللي هو بيحصدها في الاخر والكلام ده. طب كويس، لان هو فعلا رمز الحقيقه، هو ليه معنى، ليه معنى طبعا اكيد بس. يعني انا مش اكيد مش محطوط يعني كده، ولكن ليه معنى، وممكن يكون متساب كده لكل لاعب يعني يتخيل او يفهم معناه. وخليني اقول لكم برضو حاجه، ان ده دليل ان اللاعب يعني او مجهوده من الاتحادات، لان احنا شفنا رؤساء اتحادات، انا شفت المهندس شريف العريان واقف رئيس الاتحاد الخماسي وامين عام اللجنه الاولمبيه المصريه، واقف في الطابور او واقف في المجموعه اللي تم تكريمها. فانت النهارده يعني كل حاجه من دي انت متشاف في كل المنظومه. فالنهارده لما يجي تكريم سياده الرئيس معناه ان الدوله مش ناسياك، والدوله معاك، والدوله فاكراك، وكمان دعم الدوله المصريه في دعم اللاعبين ده يعني خطوه مهمه عشان توصل لده. يعني الحاجه الجميله ان الدوله بتدعمك، يعني معلش خلينا نتكلم بكل امانه، في رياضات هي قايمه على دعم الدوله المصريه ممثله في وزاره الشباب والرياضه. يعني الدوله بتدعمك، بتوفر لك الاموال، بتوفر لك المعسكرات، الخبرات الفنيه، وبعد كده بتكسب، وبعد كده بتكرم. فالنهارده المنظومه دي الحقيقه لازم تطلع شخص ناجح، لازم تطلع يعني لاعب او انسان قادر
على العطاء. طب نوع يعني خليني اسالك ايه التكريم بالنسبه لك؟ ايه هو يعني لما كلموني دي اول مره اكرم من سياده الرئيس طبعا. لما كلموني انا فرحتي طبعا ما كانتش تتوصل. مين اللي كلمك؟ من عندنا من نادي كابتن اشرف الجزار. من عندنا من المنتخب كابتن اشرف الجزار. وكلمكم عليكم يا جماعه في تكريم سياده الرئيس. اه تكريم بالظبط. يوم كذا الساعه كذا نتقابل في اللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه. تمام. بالظبط. فانا فرحتي بيها ساعتها ما كانتش تتوصف، بس تخيلاتي بقى ما جاتش مش موجوده خالص جنب الحقيقه. يعني الحقيقه بقى اتبسطت تاني خالص وفخر تاني خالص واحساس تاني خالص، غير اي تكريم او صحيح. غير حتى التتويج، غير كل حاجه. صحيح. كان احساس مختلف. طيب اللحظه اللي انتوا كنتوا فيها وسياده الرئيس يعني دخل عليكم وظهر وبدا طبعا يتكلم معاكم، يعني حسيتوا بايه برضو؟ يعني انت كل ده كوم اللي انت راح تتكرم وبعد ما تقف بقى في التكريم وتبقى فيس تو فيس قدام سياده الرئيس، ده موضوع تاني. بالظبط. كلموني على اللحظات دي، يعني الشعور وانتوا طبعا واقفين يعني مع سياده الرئيس يعني ورمز الدوله وطبعا بيقود الدوله في كل بالزبط. المجالات، فانت النهارده بقيت قدامه فيس تو فيس، شعورك كان ايه؟ هي لحظه هزول كده وفخر والله بجد وفخر وحاسه ان انا يعني رافع راسي كده، وحاسه ان انا تعب اهلي ما راحش على الارض، والتعب اللي احنا بنقعد نتعبه يهون كله في لحظه زي دي. طبعا.